الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد نعم العالم أجمع بالنور والهدى والأمن والأمان والعدل والمساواة منذ مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل الانقلاب الأعظم، فارتقى الإنسان إلى مستواه الحقيقي وعاش فوق هذه الأرض كإنسان له كرامته وشرفه وحقوقه. كان العالم قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم منغمسا في ظلال الشرك والجهل والضلال، يعيش فيه الناس كعيشة البهائم أو أضل لفترة طويلة، حتى جاءت رحمة الله المهداة للعالمين فانتشر نورها وعم نفعها ووصل إلى كل المخلوقات برها وخيرها. أيها الإخوة، الخير كل الخير في محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كنا في هذا الخير الذي نحن فيه. نحن أكرمنا الله بهذا الدين بواسطته، ولا خير ولا نعمة أعظم من نعمة الإيمان. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يستقيم المرء إيمان إلا إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا أعظم من حبه لنفسه ووالده وولده وأهله وماله والناس أجمعين. فقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي لفظ من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وروى البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. في هذه الأحاديث وغيرها دلالة صريحة على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان لا يصح ولا يكمل إلا بالمحبة الكاملة الاختيارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة من أعظم الأعمال وأفضلها، لأنها ترفع صاحبها إلى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقد أخرج مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعلم
أعددت لها